يحيى، انت اصريت ان احنا نيجي هنا وانا طبعتك بس تقديرا للظرف اللي انت فيه، اما تشوف اخرتها معاك ايه. شكرا يا عمرو، يلا بينا. اقول لك ايه، خش الريم انت لوحدك، احنا لو دخلنا احنا الاثنين بنت دي مش هتتكلم. تمام. بتعملي كده ليه؟ ايه اللي انت مخبياه؟ انا ما عنديش حاجه اقولها، اطلع بره. ايه المصيبه اللي انتوا عاملينها مخلياكم مش قاعدين تتكلموا قوي كده؟ ريم، لو حد مهددك قولي لي. شيلني من دماغك ايه؟ انا ماليش علاقه بقتل نور، ولو ما مشيتش دلوقتي حالا انا هقتل نفسي واديك في 60 داهيه. يحيى احنا لازم نمشي دلوقتي. انا مش همشي الا لما اعرف هي مخبيه ايه. بقول لك لازم نمشي دلوقتي، اللي بيحصل ده مش صح. ماشي يا ريم، بس انا مش هسيب. يلا انا عايز افهم حاجه، انت ليه مش عايزه نتجوز؟ مش حوار مش عايزه نتجوز، حوار ان انا اصلا مش عايزه اسافر من ورا اهلي، فكمان هتجوز؟ انا مش فاهمه فرقت في ايه. ما احنا كده كده لما كنا نوصل هناك كنا هنتجوز، فرقت بقى ايه هنا من هناك؟ بص انا عندي مشكله كبيره، سيبني احلها وهبقى اقول لك هعمل ايه. طب ما نحلها سوا. ما بطل تحشر نفسك، يعني خليك في حالك شويه، تعرف صدقني غلطان، والله انا غلطان. ولما تجيلي بقى تقولي الحقني يا احمد واللي اقول لك ايه؟ انا بقى منزل هبله زيك كده. يلا انا همشي، هشوف هعمل ايه بقى وبقول. في ايه ايه ايه؟ مال وشك قلب كده ليه؟ لا انا كمان همشي. هتمشي ليه؟ مفيش واحده مزه بس كده كلمتني، يعني وانت فاكره لوحدك انت اللي عندك اسرار يعني ولا ايه؟ يلا مزه. انا مش حذرتك؟ استفزتني يا عمرو. استفزتك ايه يا اخي؟ قلت لك هنعمل لها استدعاء قانون تسألها في اللي انت عايزه. افرض نفذت تهديدها دلوقتي وقتلت نفسها، كنا هنعمل ايه احنا؟ انا مش فاهم هي بتعمل كده ليه؟ مش عايزك تفهم حاجه، مش عايزك تفهم حاجه. انا ورايا مصيبه سودا دلوقتي، ان انا لازم اروح اجيب الصياد الزفت ده. وايه موضوع الصياد ده كمان يا اخي؟ هبقى افهمك بعدين، لازم امشي دلوقتي. طب انا هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ تيجي معايا فين؟ انت جرحك لسه ما هديش، روح بيتكوا استريح. عمرو انا مش هرتاح الا لما اعرف الحقيقه. تقريبا هو ده البيت. استنى هنا يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ أهلا وسهلا بيه. في صياد هنا اسمه محمود خليل السني. لا يا بيه، مفيش حد من اللي بيصرحوا نواحينا اسمه خليل. ليه ما ينفعش حد غريب يسرح الناحيه دي ولا ايه؟ لا يا بيه، البحر متقسم وكل عيله عارفه بتصطاد فين بالظبط، ومفيش حد يستجري يهوي بالنواحي دي. ازاي بقى؟ ده هم قالوا لي ساكن في البيت اللي هناك ده، مش ده البيت رقم 9؟ البيت ده بيت انا يا بيه، عايش فيه انا ومراته وعيالي، مفيش حد غريب عايش معانا، هو في حاجه؟ شكرا يا حاج. يلا. في حد في البيت ده عارف حاجه؟ تقول كده ليه؟ كان في واحده عينها عليك وانت بتتكلم مع الرجاله، اول ما خدت بالها ان انا شفتها طلعت تجري على فوق. مش حاجه يا يحيى، تلاقيك انت بس مركز زياده. اسمع الكلام، البت دي وراها حاجه. بقول لك يا حاج. امور يا سعاده البيت. انت قلت لي انك صاحب البيت ده مش كده؟ ايوه يا بيه. مين بقى ساكن في الشقه المستاره دي؟ الشقة دي قاعد فيها واد غلبان يا بيه، لا مؤاخذة اسمه الجحش، هم طلعوا عليه الاسم ده يا بيه عشان هو كان بيلم بالخرق بتاع الجحش. خلاص يا حاج، السمك والصيادين. خلاص يا حاج. هو عايش لوحده هنا؟ لا يا بيه، متجوز بنت عمه، بس هي بنت زي ما تقول كده عندها لطف شوية. بس هو ربنا كرمه، باع الجحش واشترى تروسيكل، عقبالنا يا رب. طب احنا عايزين الواد ده. استنى يا بيه، هو شويه هتلاقيه جاي. يا تكلمه في التليفون للباشا، ما تبقاش نتن، دي الدقيقه مش محصله بريز. يا عم هات رقمه واكلمه من عندي. يخلص. لا يا بيه ما يصحش. لحظه واحده. الو، انت فين يا جحش؟
في ناس عايزينك، هم شوية. تحت أمر حضرتك يا فندم. أنا جوري يوسف الملكي وعايز أسحب كل فلوسي. طب ثانية واحدة تشيك على البيانات. اللي موجود في حساب حضرتك 2,300,000 وشوية قصور. تمام، عايزهم كاش لو سمحت. طب حضرتك هتنتظريني شوية لغاية لما أجهز لك المبلغ. تمام. تحت أمر. شكرا. إيه الجنان ده؟ أنا قررت أسافر معاك. لا يا راجل. طب بتسحبي الفلوس ليه؟ هتاخدهم تحطهم في حسابك وتتصرف انت. لا برضه انا اكيد مش هعمل كده. خليك في صفي عشان بصفي، وبعدين لو قلت لماما مش هترضى واحتمال تسحب فلوسي كلها، وساعتها بقى ولا هنسافر ولا هنعمل اي حاجه. انا هموت واعرف ايه اللي خلاك تغير رايك. لا دي حاجه تخصني انا، مالكش دعوه. يلا ارجع. انت اهل عيد الجحش؟ ايوه يا بيه خدامي. طبعا انت عارف ان في جريمه قتل حصلت في العزبه دي. لا يا بيه انا ما اعرفش حاجه. هو ايه اللي ما تعرفش؟ ما تعرفش ان في اتنين اتقتلوا هنا؟ سمعت يا بيه لكن انا ما اعرفش حاجه. انت هتستعبط يالا؟ يا بيه انا راجل في حالي، بكمل عشايا نوم، قاعد مع مراتي التعبانه، ما بنختلطش بحد. بص انا مش مصدقك. استنى يا يحيى، انا هلا اسيبك تمشي، بس لو عرفت انك عارف حاجه ومخبيها هتزعل مني جامد. يلا جالنا بلاغ من مجهول ان في عمليه تهريب هتحصل في عزبه شريف الملكي كمان ساعتين. طب ابعت لي قوه على هناك وانا جاي لك فورا. في ايه يا عمرو؟ يلا بس نختفي من هنا وافهمك كل حاجه. جودي ايه مش شايفاني؟ هو ايه الجو ده؟ عايزه ايه؟ لهم كلموني من البنك النهارده قالوا لي انك سحبتي كل فلوسك. فين المشكله بقى؟ لا انا بس كنت عايزه اسالك لو عايزه فلوس تانية ولا حاجه. لا شكرا مش عايزه منك حاجه. والله العظيم لحكي لبابا كل حاجه. انت مش فاهمه ولا حاجه. انا بعمل كل ده عشان اامنك وامن نفسي. انا مش عايزه فلوس. انا كده كده مسافره وهسيبها لكم. مسافره؟ هتسافري تروحي فين؟ قبل ما اسافر هبقى اقول لك ان شاء الله. انا طالعه. لما بابا يجي يناديني عشان عايزه في موضوع مهم قوي. احنا وصلنا مع الباشا متمركزين في النقطه اللي اتفقنا عليها. تمام يا فريد انا جاي لك. يحيى خليك هنا اروح اشوفهم وارجع لك. تمام يا عم انا مستنيك.